ثماني ليال من التظاهرات الغاضبة في عشرات المدن الإيرانية في أوسع احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ مظاهرات خرجت اعتراضا على أسعار الوقود في عام 2019. خرج الإيرانيون إلى الشوارع ينددون بمقتل الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، فواجهتهم قوة الأمن بالعنف ليشتعل المشهد في المدن الإيرانية وتبلغ الاحتجاجات ذروتها بسقوط المزيد من القتلى. ورغم التضييق وحجب خدمات الإنترنت لم تتوقف مواجهات الغاضبين مع الأمن، فأحرقوا آليات للشرطة وأطلقوا شعارات منددة بالنظام الإيراني في العاصمة طهران وأصفهان وقم ومشهد وتبريز وعشرات المدن الأخرى. محافظة كيلان وحدها شهدت اعتقال 739، بينهم 60 امرأة وفق ما أعلن قائد شرطتها. ولم تتوقف الاعتقالات عند النشطاء والمحتجين وطالت الصحفيين أيضا. وتقول لجنة حماية الصحفيين إن 11 صحفيا تم توقيفهم. وردا على الاحتجاجات تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتعامل بحزم معها، وتوعدت وزارة الداخلية بأنها ستواصل التصدي لأعمال الشغب، وعبأت الحكومة آلاف الأشخاص الذين تظاهروا دعما للحجاب وتنديدا بمن أسموهم مثيري الشغب.